خاضع لعبودية بشر، ولكن جعل نفسه عبدا بطاعته لله الآب. القيامة محور إيماننا وصلب وجود الكنيسة. القيامة حقيقة يلتمسها أبناء الله بالمسيح الأمين بوعوده. بالقيامة حررنا المسيح. أنتم من العالم ولكنكم لستم من العالم، فعار أن نعود لعبودية العالم. افرح وارفع رأسك، المسيح قام وبقيامته سيمسح كل دمع من عيوننا ويجعلنا ننظر إلى فجر جديد. افرح وارفع رأسك، المسيح قام وبقيامته جعلنا ملكوتا يحرك العالم لتبديله على صورته. افرح وارفع رأسك، المسيح قام فبقيامته جعلنا السلاطين لنقود البشرية إلى فعل المصالحة والغفران الشامل. افرح وارفع رأسك، المسيح قام فبصليبه وألامه بدل معنى الألم إلى خلاص لا ينتهي ورجاء لا يتبدل. افرح وارفع رأسك، المسيح قام لأن الرب اختار الموت وسيلة ليبطل سلطانه ويجعل لنا بالموت معبرا للتحرر من سلطة الجسد الوقتية إلى رحاب ملكوت لا ينتهي. افرح وارفع رأسك، المسيح قام. فالمسيح هو الشاهد الأمين، البكر بين الأموات، الذي أحبنا حتى الموت، موت الصليب، وغسلنا بدمه من خطايانا وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. افرح وارفع رأسك، المسيح قام. فبقيامته أعلن أنه هو كل شيء بكل شيء والقادر على كل شيء. هو الألف والياء، هو البداية والنهاية، الذي كان والذي يأتي. افرح وارفع رأسك، المسيح قام. فبقيامته أعلن أنه حي، أنه حي، أنه حي إلى أبد الآبدين، وبيده مفاتيح الهاوية والموت. هو الأول والآخر، وهو بظروفه الموت بالجسد دمره وأصبح لكل المؤمنين به حياة أبدية. افرح وارفع رأسك، المسيح قام. فبالمسيح وحده سنغلب ونتذوق شجرة الحياة. افرح وارفع رأسك، المسيح قام. فبالصليب كان الرب أمينا لأبيه حتى الموت، وإذا شابهنا آمنته سنفوز بإكليل الحياة. افرح وارفع رأسك، المسيح قام. قام وغلب الموت ومنحنا بغلبته أن نتسربل بثياب بيض وأن لا تمحى أسماؤنا من سفر الحياة. افرح وارفع رأسك، المسيح قام، لأننا نحن جسده، وهو لا يستطيع أن ينكر ذاته ولن يمحو أسماءنا من سفر الحياة. افرح وارفع رأسك، المسيح قام. فبصليبه وقيامته يقف على باب كل منا بحرية ويقرع، فإذا فتحنا له وسنفتح سيدخل ويجعل مقامه عندنا. افرح وارفع رأسك، المسيح قام، لأن المسيح خرج غالبا ولكي يغلب. افرح وارفع رأسك، المسيح قام، لأن المسيح غلب وسلطان الشر إلى زوال، وهو يرعانا ويقتادنا إلى ينابيع ماء حية. افرح وارفع رأسك، المسيح قام. فبقيامته سلمنا نشيدا جديدا لا يذوي أبدا.
افرح وارفع رأسك، المسيح قام. فالخلاص والمجد والكرامة والقدرة للرب إلهنا وإلى أبد الآبدين، للذين عندهم شهادة يسوع، ونحن عندنا شهادة يسوع. افرح وارفع رأسك، المسيح قام، لأننا به وبقيامته سنغلب. لأننا به وبقيامته سنغلب ونرث كل شيء ونتنعم ببنوتنا لله الآب، ولن نرى الموت الثاني. ارفع افرح وارفع رأسك، المسيح قام بالمسيح. فالمسيح بحياته وموته وقيامته يعجز العلماء ويحقر الفلسفات ويبيد فهم الفهماء. افرح وارفع رأسك، المسيح قام، لأننا بالعماد دفنا معه للموت وقمنا للحياة، واسمه مكتوب على جباهنا وسننظره وجها لوجه. افرح وارفع رأسك، المسيح قام، لأن الدموع المنهمرة اليوم ستتحول إلى خمرة تقطر فرحا وسرورا أبدية. افرح وارفع رأسك، المسيح قام، لأنه من على أقدام الصليب نبتت لكل ضعيف ومتروك ومستضعف باب للخلاص لا يغلق أبدا. فالمجد لصليبك يا رب ولقيامتك، لأنك أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. لك المجد إلى دهر الداهرين. آمين. المسيح قام.